قناة الاتحاد لم تأتي لتنافس أحد، ولكنها جاءت لتعبر عن اللحظة وعن مرحلتها. قناة الاتحاد بتعالج السياسي والثقافي والفني والفكري وقضايا المرأة والمجتمع، ومن هذا المنطلق نرحب بكل الآراء، نرحب بكل آرائكم بكل صراحة ومصداقية، لا خطوط حمراء ولا مقص للرقيب. قناة الاتحاد شعارها نختلف لنأتلف. انتظروني على قناة الاتحاد.